حضور الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لننطلق مع شوطنا الثالث. وفي هذه اللحظات أرحب بزميلي نايف الزرع ليتواصل معلقا على أحداث الشوط الثالث. أتمنى له حسن المتابعة والتوفيق. مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والمودة والسرور من أرضية هذا الميدان ومن ميدان الأهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تتواصل الانطلاقات ضمن هذه الشارة المقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للفطامين بتحديات جميلة. ننطلق مع المركز الأول في شوطنا الثالث المخصص للابكار الفطايم. البدايه عندك يا بن مرخان مع الطماع محمد بن راشد بن مرخان الكتبي، يقدم لنا طماع مع المركز الاول. المركز الثاني الشهنيه عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان، والمركز الثالث هناك الوصول من مياسة لحميد بن حرام بن حمد بن حميدان يتواصل على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك الأسماء القادمة والشعارات القادمة، هناك خومه خلفان بن راشد بن زين الشاوي الغفلي، ولكن طماعة 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 راحت مع المركز الأول، راحت مع البداية الأولى. راح بن مرخان راح مع البداية الأولى مع طماعة مع طماعة مع المركز الأول في شوطنا الثالث. محمد بن راشد بن مرخان الكتبي، سلام يا أبو راشد، سلام يا أبو راشد، من يقدم لنا طماعة في شوطنا الثالث شكرا يا أبو أحد، شكرا على هذا الفوز والانتصار. ولكن بشاوي في اللحظات الأخيرة مع وصايفة وسالم بن كاسم بن خليفة المسافري تهانينا والناموس. من فاجاتنا في اللحظات الأخيرة هي وصايف السالم بن كاسم بن خليفة المسافري. سلام لكم يا أهالي راس الخيمة وأهالي ميدان السوان. والمركز الثاني وصلتنا طماعة محمد بن راشد بن مرخان الكتبي. التوقيت الزمني تهانينا والناموس المالك خومه من وصلت في المركز الاول خليفه بن راشد بن زين الشاوي الغفلي. من فاجاتنا باللحظات الاخيره بانطلاق مميز وجميل. المركز الثاني طماعه محمد بن راشد بن مرخان الكتبي. التوقيت الزمني دقيقتين وسبع ثواني. تهانينا والناموس لك يا بشاوي، يا مالك خومه خلفان بن راشد بن الشاوي الغفلي.